حقوق الطفل. واحد فكر نشاط في هذا الكتاب بعض حقوق الطفل، ضع تصورا لبعض الحقوق المهمة له. هيا ابنائي نكتب بعض ايه؟ بعض ايه؟ هذا الحقوق. الاول ان يتم تسجيل الطفل عند الولادة ويكون له اسم وجنسية. رقم اثنين ان يكون له الحق في ان يعرف والديه وينال العناية منهم. رقم ثلاثة ان يكون له الحق في التعليم المجاني في التعليم الاساسي. هذه ابنائي بعض الحقوق الخاصة بالطفل. ننتقل بعد ذلك الى اثنين اقرأ واكتشف. نشاط اثنين الف، استنتج معنى الكلمة من السياق واكتبه ثم تأكد من المعجم. هذا المعجم ابنائي صفحة كام؟ صفحة 92 و93. صفحة 92 و93. هيا ابنائي نقوم بحل او معرفة معاني الكلمات. هيا ابنائي وبناتي، نشاط رقم 2 الف، استنتج معنى الكلمة من السياق واكتبه. هيا ابنائي، اول حاجة طبعا سنقرأ الجملة ثم من الجملة نستنبط ونستخرج المعنى المناسب للكلمة الملونة. والكلمة الملونة مكررة هنا في هذا العمود تحت كلمة الكلمة، ثم نكتب نحن هنا المعنى هنا. الجملة رقم 1، حين تواجهني مشكلة صعبة ألجأ لشخص بالغ ليساعدني في تجاوزها. لشخص بالغ، ما معنى بالغ أبنائي؟ معنى بالغ يعني وصل لسن الرشد، وصل لسن الرشد. جملة رقم 2، بعد وفاة أبي صار عمي هو الوصي علي. بعد وفاة أبي صار عمي هو الوصي علي. ما معنى كلمة الوصي أبنائي؟ الوصي بمعنى شخص يتولى شؤون الطفل، شخص يتولى شؤون الطفل. ننتقل بعد ذلك إلى الجملة رقم 3، واجهت كثيرا من العقبات حتى حصلت على الدكتوراه. واجهت كثيرا من العقبات، ما معنى العقبات أبنائي؟ العقبات أبنائي بمعنى الصعاب، والعقبات جمع مفردها عقبة، عقبة واحدة. الجملة الرابعة، يجب أن أنال قدرا من الاسترخاء والراحة كي أستطيع مواصلة مهامي. ما معنى الاسترخاء أبنائي؟ الاسترخاء بمعنى استلقاء وراحة، الاسترخاء والراحة، الاسترخاء والراحة. الجملة رقم 5، اختار أخي ملابس ملائمة لحفل تخرجه. ملائمة أبنائي بمعنى مناسبة، مناسبة. آخر جملة عندي أبنائي، على كل الجنود أن يتكاتفوا في الدفاع عن الوطن. يتكاتف أبنائي وبناتي بمعنى يتعاونوا، يكونوا يدا واحدة، يتعاونوا ويساعدوا بعضهم البعض. كده أبنائي وبناتي أكون قد وضحت لكم معاني الكلمات الملونة باللون الأزرق. وإذا كنتم تريدون المراجعة فعليكم بصفحة 92 و اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف، الموضوع الأساسي للنص عن واجبات الطفل ولا حقوق الطفل ولا حقوق الحيوانات. طبعا أبنائي الاختيار الصحيح حقوق الطفل. رقم باء أبنائي بعد ذلك، صدرت اتفاقية حقوق الطفل عن الأمم المتحدة ولا عن الجمعية الوطنية للطفل ولا عن جمعية حقوق الطفل. أبنائي وبناتي صدرت عن الأمم المتحدة، عن الأمم إيه؟ الأمم المتحدة. رقم 2، أكمل، الطفل هو أي شخص يقل عمره عن نقط عاما. يقل عن كم أبنائي؟ يقل عن 18 عاما، 18 عاما. إذن أبنائي من سن سنة واحدة إلى 17 عاما
هذا هو الطفل، هذا هو الطفل. عندما يستكمل الطفل 18 عاما لا يصبح طفلا، وإنما يصبح بالغا شابا بالغا، لا يكون طفلا. عندما رقم باء ابني، عندما لا يكون الوالدان موجودين تسند مهمة مسؤولية الطفل إلى شخص نقط يسمى نقط، إلى شخص كما أخذناه أبنائي في الدرس، إلى شخص بالغ يسمى الوصي، يسمى إيه الوصي. رقم 3 أبنائي استخرج من النص جمع حق. وردت أبنائي وبناتي هذا السؤال يرد في الاختبارات كثيرا، بيأتي لك بثلاث كلمات: الجمع والمضاد والمرادف. تذكروا أبنائي، الجمع والمضاد والمرادف. بيقول لك استخرج من النص جمع حق، يعني كلمة حق لم تذكر فين؟ لم تذكر، قد تكون لم تذكر في النص، ولكن الذي ذكر في النص هو جمع الكلمة نفسها. عندما نبحث أبنائي على جمع كلمة حق سنجدها في النص موجودة إيه؟ حقوق، جمع حق حقوق. هكذا أبنائي قلت لكم الطريقة. كذلك أبنائي كلمة آمنة غير موجودة بالنص، ولكن أنا سأأتي بمضاد هذه الكلمة والتي هي موجودة بالنص. وردت أبنائي مضاد كلمة آمنة بمعنى إيه؟ ولدت خطرة، خطرة. كذلك أبنائي يحيى لم ترد في النص، ولكن الذي ورد في النص مرادف كلمة يحيى وهي يعيش، يعيش. نشاط 2 جيم أبنائي، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الغير الصحيحة. 1 يجب أن يكون التعليم الأساسي بالمجان، إجابة صحيحة أبنائي كما وردت في حقوق الطفل، إجابة صحيحة. 2 أبناء يجب تسجيل الطفل عند ولادته ولا يشترط أن يكون له جنسية، إجابة خاطئة أبنائي. يجب تسجيل الطفل عند ولادته ويجب أن يكون له جنسية مثل والديه أو جنسية والديه، يبقى إذن نعمل خطأ على هذه العبارة، لابد من الجنسية. رقم 3 أبنائي، الطفل إنسان له حقوق خاصة، إجابة صحيحة أبنائي، له حقوق خاصة به. ننتقل بعد ذلك أبنائي وبناتي الحلوين إلى نشاط رقم 2 دال. بيقول لي اكتب تحت كل صورة البلد المناسب لها مما بين القوسين. إذن أبنائي نشاط رقم 2 دال، اكتب تحت كل صورة البند المناسب لها مما بين القوسين. بنكتب أبنائي البند، من المقصود به البند اللي هي إيه؟ رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. بنكتب أبنائي البند المناسب من هذه الاختيارات الخمسة تحت كل صورة. هيا أبنائي وبناتي لنكتب كل بند في مكانه المناسب. أول صورة أبنائي كما ترون الأطفال يلعبون، فبنكتب تحتها نختار إيه؟ الحق في الحق في المرح، يبقى نكتب رقم 5 هنا أبنائي، الحق في إيه؟ في المرح. 2 أبنائي كما ترون هذا الولد الذي يحمل فوق رأسه حملا ثقيلا ويعمل في الأعمال الخطرة، فهذا طبعا أبنائي رقم 4، الحماية من الأعمال الخطرة، الحماية من الأعمال الخطرة. رقم 3 أبنائي كما ترون المعلمة والأبناء في الفصل يتعلمون، فهنا أبنائي بنختار رقم كام؟ رقم 1، الحق في التعليم، الحق في التعليم. رقم 4 أبنائي كما ترون هذه الطفلة أو هذه البنت الصغيرة التي تمسك عصا تدلها على الطريق وتلبس نظارة، هذا يعني أنها كفيفة لا ترى. في هذه الحالة أبنائي هذه الفتاة لها حقوق، وهذه الحقوق تسمى حقوق ذوي الإرادة، حقوق ذوي الإرادة. آخر حاجة عندي أبنائي هذه شهادة مستخرج، شهادة ميلاد للطفل في جمهورية مصر العربية كما تعلمون أبنائي بألوانها الثلاثة وهذا الختم. هذا أبنائي طبعا الحق في الاسم وإيه والجنسية. عندما ترى شهادة الميلاد تعرف أن الحق في الاسم أو الجنسية. إذن أبنائي نكتب الحق في الاسم والجنسية. وكده أبنائي وبناتي نكون انتهينا من هذا النشاط، نشاط رقم 2 ها أبنائي. حان الآن وقت القراءة الجهرية، هيا اتبع تعليمات معلمك. اذهبوا أبنائي إلى مع أولياء أموركم إلى الدرس واقرأوا قراءة جهرية بحيث تقرأ الكلمات وتراجع معاني الكلمات الجديدة التي أخذناها في الدرس.
ننتقل أبنائي وبناتي بعد ذلك إلى رقم 3. لاحظ واكتشف نشاط 3 ألف. اقرأ الفقرة الآتية ثم لاحظ. هيا أبنائي نقرأ الفقرة. الربيع فصل من فصول السنة. الربيع، لاحظوا أبنائي الكلمة الملونة، الربيع فصل من فصول السنة. الشمس مشرقة، الشمس مشرقة. والأشجار مورقة، والسماء صافية، والأزهار عطرة الرائحة، عطرة الرائحة. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. هيا أبنائي وبناتي ركزوا معي. الكلمات الملونة اسم أم فعل أم حرف؟ لاحظوا أبنائي الكلمات الملونة أبنائي بدأت بالألف واللام، إذن أبنائي على طول أعرف إن هذه الكلمات اسم. ما دامت الكلمة بدأت بألف ولام تعرف على طول أبنائي إنها اسم، لأن من علامات الاسم دخول ال على الكلمة. رقم ب، نسمي الجمل السابقة اسمية أم فعلية؟ طبعا أبنائي كما تعلمنا في الصفوف الأولى، الصف الثاني والثالث والأول، تعلمنا أن الجملة إذا بدأت باسم تكون جملة اسمية، وإذا بدأت بفعل مضارع أو فعل أمر أو فعل ماضي تسمى جملة فعلية. نلاحظ هنا أبنائي أن جميع الجمل بدأت بالربيع، الشمس، الأشجار، والسماء، والأزهار، فهذه كلها أبنائي كلمات بدأت بالألف واللام وقلنا عليها أنها جملة اسمية، بإذن إيه نختار أبنائي اسمية، نختار اسمية لأنها تبدأ ب كما قلت لكم أبنائي باسم، سميت اسمية لأنها تبدأ باسم. إذن أبنائي الاسم الذي يقع في أول الجملة الاسمية نسميه مبتدأ. لاحظوا أبنائي هذا أبنائي خاص بالإعراب، الإعراب والنحو. إذا بدأت أو الاسم إذا بدأ في أول الجملة عندما يعرب أبنائي يعرب مبتدأ. لماذا يعرب مبتدأ؟ لأنه بدأ به، بدأنا به الجملة وهو اسم نقول عليه مبتدأ مرفوع، وننظر إليه إذا كان مفرد وعليه ضمة نقول مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. لاحظوا أبنائي الربيع مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، الشمس مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، الأشجار مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، السماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الأزهار مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كده أبنائي تعلمنا نصف الإعراب أو نصف الجملة، تعلمنا إعراب المبتدأ. تعالوا أبنائي نستكمل حتى نعرف باقي الجملة. أكمل بكلمة واحدة من الفقرة السابقة. هيا أبنائي نستكمل الجملة حتى تصبح كاملة، وهو خاص بدرس اليوم المبتدأ والخبر. لاحظوا أبنائي وبناتي عندما نقول الربيع، ماذا قلنا أبنائي في القطعة؟ الربيع ماله؟ الربيع إيه؟ هيا أبنائي وبناتي أكمل بكلمة مناسبة. الربيع ماله أبنائي خزناء؟ الربيع فصل. اكتبوا أبنائي كلمة فقط. رقم 2، الشمس مشرقة، الأشجار مورقة، السماء صافية، الأزهار مورقة عطرة، الأزهار عطرة. إذا لاحظوا أبنائي وبناتي، لاحظوا أبنائي وبناتي في هذه الجملة مبتدأ وخبر، الربيع مبتدأ وفصل خبر، الأشجار مبتدأ ومورقة خبر، الأزهار مبتدأ وعطرة خبر. خبر أخبرني بشيء عن المبتدأ. الشمس مبتدأ ومشرقة خبر، السماء مبتدأ وصافية خبر. إذن أبنائي الكلمات التي أتمت المعنى تسمى خبر، الكلمات التي أتمت معنى المبتدأ تسمى خبرا، احفظوها أبنائي. وإذن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. إذن أبنائي كما قلت لكم الكلمات التي أتمت معنى الجملة تسمى خبرا، الكلمات التي أتمت معنى الجملة تسمى إيه؟ خبر. رقم 3 أبنائي بيقول لي الكلمات التي كتبتها هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ طبعا أبنائي بنختار إيه؟ بنختار اسم، بنختار اسم. الكلمات عطرة ومورقة وصافية كلها إيه؟ أسماء. تتكون الجملة الإسمية من ركنين أساسيين، هما طبعا أبنائي بنكتب إيه؟ المبتدأ والخبر. إذن أبنائي الكلمات التي كتبتها هي اسم، بنختار اسم. رقم 4، تتكون الجملة الإسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. المبتدأ وإيه؟ والخبر. المبتدأ والخبر بنضع أبنائي إيه؟ و المبتدأ والخبر. يبقى الجملة الاسمية من ركنين اساسيين كما اخذناها هما المبتدأ والخبر. ننتقل ابنائي نشاط رقم 3 ب، حدد المبتدأ والخبر في الجمل الاتية. نقرأ ابنائي الحلوين هذه الجمل الخمس، سنقرأها ثم بعد ذلك ابنائي بنختار
نضع المبتدأ في مكانه الصحيح والخبر في مكانه الصحيح. الطفل إنسان. أين أبنائي كلمة أين أبنائي المبتدأ في هذه الجملة؟ الطفل إنسان. المبتدأ أبنائي احفظوها جيدا. المبتدأ هو الذي بدأنا به الجملة. سهلة كده أبنائي، سهلة جدا. المبتدأ هو الذي بدأنا به الجملة، المبتدأ، ولذلك سمي مبتدأ، يعني مبتدأ بدأ به. فهنا كلمة الطفل مبتدأ، اسم مبتدأ. طبعا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة عندما يكون مفردا أو جمع تكسير. إذن أبنائي أو جمع مؤنث سالم. إذن أبنائي خلينا دلوقتي في المفرد وهو الطفل، فبنكتب هنا طبعا إيه؟ الطفل. إذن أبنائي الطفل هي المبتدأ. أين الخبر أبنائي؟ كلمة إنسان، بنكتب أبنائي كلمة إيه؟ إنسان. هنا أبنائي العلم نور، المبتدأ هو إيه؟ العلم الذي بدأنا به، بنكتب كلمة إيه؟ العلم. أما أبنائي الخبر فهو كلمة نور التي جاءت بعد إيه؟ بعد المبتدأ. الكتاب مفيد، المبتدأ أبنائي هنا الكتاب، ممتازين أبنائي، الكتاب هو المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. مفيد هي الخبر أبنائي، بنكتبها مع الخبر، بنكتبها مع إيه؟ مع الخبر. رقم 4 الطبيب ماهر، الطبيب أبنائي هي المبتدأ، نكتبها مع المبتدأ. ماهر أبنائي هي الخبر. بعد ذلك أبنائي آخر جملة عندي القراءة مفيدة، المبتدأ هنا هو القراءة والخبر هو مفيدة. لاحظوا أبنائي كل هذه الكلمات جاءت مفردة، وكل هذه الكلمات عندما نعربها نعربها الطفل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. إنسان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أيضا، إذا جاء الاسم منونا بالضمتين أيضا يسمى مرفوع بالضمة. العلم نور، العلم أبنائي علم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ونور مبتدأ خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الكتاب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، كذلك أبنائي مفيد خبر للمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الطبيب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وماهر خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد. القراءة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد، نقول كده أبنائي لأنه مفرد حتى نتعلم، لأن سيقابلنا إن شاء الله أنواع أخرى من الرفع تكون مرفوعة ليس بالضمة وإنما تكون مرفوعة بالواو مثل جمع المذكر السالم. وهناك إذا جاء المبتدأ مثنى يرفع بالآلف لأنه مثنى، سنأخذها إن شاء الله في الدروس المقبلة إن شاء الله. ننتقل أبنائي وبناتي بعد ذلك. نشاط رقم 3 جيم أكمل بمبتدأ مناسب. أعطاني أبنائي الخبر ممتعة، شجاع، كبير، واسع، وأنا سأأتي بالمبتدأ، يعني أأتي بالكلمة الأولى من الجملة الإسمية. لاحظوا أبنائي ممتعة، ممكن نقول أبنائي الصلاة ممتعة، الصلاة ممتعة. رقم 2 أبنائي نقول مثلا المسجد كبير، شجاع ممكن نقول المؤمن شجاع. رقم 4 نقط واسع، ممكن نقول أبنائي مثلا العلم واسع، العلم واسع. نشاط رقم 3 بيقول لي صف الصورة التي أمامك في 3 جمل اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. أبنائي أهم حاجة أننا أأتي بجمل مبتدأ وخبر. أقول مثلا أبنائي كما أرى الأولاد الذين يلعبون، أقول مثلا الفتاة سعيدة والولد سعيد والحديقة جميلة، كده أبنائي أكون وصفت الصورة بالأولاد أنهم سعداء عندما يمرحون في الحديقة والألعاب. أما النشاط أبنائي رقم 3 ها فبيقول لي، ركزوا معي لأن هذا هو آخر نشاط في هذا الدرس أبنائي، عبر عن كل صورة بجملة اسمية ثم حدد ركنيها. أبنائي ركزوا على هذه الصور، هذه أبنائي مثلا صورة إيه؟ آلة، آلة كبيرة، الآلة رائعة، بنكتب الجملة أبنائي الآلة أو اللي هي المكنة يعني المكينة، الآلة رائعة. هذه الجملة أبنائي مكونة من ركنين، الركن الأول هو المبتدأ فبنكتب أول كلمة بدأنا بها وهي الآلة، ثم الركن الثاني وهو الخبر، والخبر أبنائي لاحظوا وأذكركم أن الخبر أتم الركن الأول فأصبحت الجملة كاملة ومفيدة. لابد أبنائي للخبر أن يتم معنى الإيه؟ الجملة. الخبر يأتي ليتم معنى الجملة فتصبح الجملة إيه؟ الجملة كاملة. فإذا قلت الآلة ولم أكمل هذه جملة ناقصة لم يتم معناها. عندما قلت الآلة رائعة
بكده يا ابنائي اكملت الجملة واصبحت الجملة كاملة الركنين مبتدأ وخبر. الجملة الثانية يا ابنائي كما ترون هذا المنظر الجميل، الحديقة رائعة او جميلة، الحديقة جميلة. الركن الاول يا ابنائي وهو المبتدأ بنكتب الحديقة، والركن الثاني هو الخبر بنكتب كلمة ايه؟ جميلة. ننتقل ابنائي الى اخر صورة عندي في الدرس وهي كما ترون ابنائي المكتبة ممتلئة، المكتبة ممتلئة. الركن الاول وهو المبتدا بنكتب المكتبه، والركن الثاني هو الخبر وهو ايه؟ ممتلئه. وبكده يا ابنائي وبناتي اكون انتهيت من هذا الدرس، واتمنى ان تكونوا قد فهمتم درس المبتدا والخبر. فكما قلت لكم ابنائي المبتدا وهو الذي نبدا به الجمله، المبتدا وهو الذي نبدا به الجمله، ودائما ابنائي يكون المبتدا ايه؟ لابد ان يكون اسما، ثم تاتي بعده كلمه واحده ابنائي، وقد تأتي أبنائي كلمات كثيرة. ولكن أبنائي الدرس الأول في شرح المبتدأ والخبر بنشرح لكم نوع الخبر عندما يكون مفردا، نوع الخبر عندما يكون إيه؟ ألف أربع ألف. لاحظ ضبط نهايات الكلمات الآتية، لاحظوا معي أبنائي كلمة الربيع جميل، السماء صافية، الشمس مشرقة. لاحظوا أبنائي أن هذا التدريب والنشاط خاص بدرس المبتدأ والخبر. سنلاحظ أبنائي أن كلمة الربيع تنتهي بالضمة، وكلمة جميل تنتهي أيضا بالتنوين بالضم، كذلك كلمة السماء في الجملة الثانية تنتهي بالضمة على الهمزة، كذلك أبنائي كلمة صافية تنتهي بالتنوين بالضم على نهايتها التاء المربوطة، كذلك كلمة الشمس تنتهي بالضمة على حرف السين، مشرقة تنتهي بالتنوين بالضم أبنائي. والتنوين بالضم أبنائي هو يعتبر إيه؟ الضم، يقال أنه الضم أيضا، يحسب الضم. لاحظوا أبنائي وبناتي كلمة الربيع والتي قلنا أنها مبتدأ، كذلك أبنائي السماء قلنا من قبل أنها مبتدأ، كذلك كلمة الشمس قلنا أنها مبتدأ. إذن أبنائي الجملة عندما تبدأ باسم عند الإعراب تعرب مبتدأ، مبتدأ. هذا المبتدأ أبنائي إذا كان مفرد أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير يرفع بالضمة، يرفع بإيه؟ بالضمة. كذلك أبنائي الخبر، لاحظوا أبنائي الخبر كلمة جميل وصافية ومشرقة، ستجدون أنها أيضا أسماء وتنتهي بالتنوين، وهي أيضا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بالملاحظة نجد أن المبتدأ يوضع على آخره، يوضع على آخره إيه أبنائي كما قلت لكم؟ ضمة، يوضع على آخره إيه؟ ضمة. لاحظوا أبنائي كلمة الربيع والسماء والشمس، تجد أن هذه الكلمات الثلاثة وهي مبتدأ يوضع على آخرها ضمة. رقم ب، بالملاحظة نجد أن الخبر أيضا يوضع على آخره، أيضا أبنائي يوضع على آخره إيه؟ ضمة، لأن الخبر تابع لمين؟ للمبتدأ. إذن أبنائي المبتدأ والخبر عندما يكون مفرد ينتهي بالضمة أو يرفع بالضمة، يرفع بإيه؟ يرفع بالضمة، يرفع بإيه؟ بالضمة. إذن أبنائي لاحظوا كلمة الربيع نهايتها ضمة على العين، وجميل عليها ضمة على اللام، والسماء عليها ضمة على الهمزة، وصافية عليها ضمتين وهو تنوين بالضم، الشمس عليها ضمة أيضا، مشرقة عليها ضمة أيضا. إذن أبنائي المبتدأ والخبر يرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، احفظوا أبنائي المبتدأ إذا كان مفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والخبر يرفع أبنائي يكون تابع لما قبله الخبر المبتدأ ويرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ننتقل أبنائي وبناتي بعد ذلك، المبتدأ والخبر دوما مرفوعان. إذن أبنائي احفظوا المبتدأ والخبر دوما مرفوعان، وهذه قاعدة موجودة في النحو أبنائي، المبتدأ والخبر دوما مرفوعان مع اختلاف أداة الرفع أبنائي. إذا كانت الكلمة مفردة ترفع بالضمة، إذا كانت مثنى ترفع بالألف، إذا كان جمع مذكر سالم ترفع بالواو. ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى جيم. من خلال الأمثلة السابقة نلاحظ أن علامة رفع المبتدأ والخبر هي إيه؟ تشترك فيها المبتدأ والخبر هي الضمة. ننتقل بعد ذلك أبنائي بيقول لي نشاط رقم 4 ب، أنطق الجمل الآتية نطقا صحيحا واضبط المبتدأ والخبر.
سنقرأ أبنائي الجمل: العلم نور، الطالب مجد، العامل نشيط، الحجرة واسعة. نطقنا هذه الكلمات أبنائي بدون تشكيل. هيا أبنائي ننطقها نطقا صحيحا بالتشكيل. كيف ننطقها بالتشكيل أبنائي؟ قلنا أبنها الاسم إذا وقع في أول الجملة في هذه الحالة نرفعه بالضمة، يبقى العلم هتكون إيه؟ العلم. وكلمة نور ستكون نور. كذلك أبنائي كلمة الطالب ستكون الطالب. مجد هتكون مجد مرفوعة بالضمة. كذلك أبنائي كلمة العامل ستصبح إيه؟ العامل. هذا هو الضبط أبنائي، هذا هو الضبط. نشيط هتكون إيه؟ نشيط. الحجرة أبنائي ستكون الحجرة. كذلك أبنائي كلمة واسعة ستكون واسعة. إذن أبنائي لاحظوا، المبتدأ رفع بالضمة والخبر رفع بالضمة. ممكن طالب يسألني يقول يا أستاذ لماذا وضعت ضمة على المبتدأ ووضعت ضمة تانية أو تنوين بالضم على الخبر؟ سهل جدا أبنائي، لأن احنا قلنا أبنائي من علامات الاسم دخول ألف ولام على الكلمة. إذا دخلت أبنائي الألف واللام على الكلمة في هذه الحالة لا ينون الاسم، لا ينون الاسم، لأن الاسم أبنائي لا يقبل علامتين. المهم العلامة الأولى إذا كانت الألف واللام فلا يقبل التنوين في آخره. أما إذا أبنائي حذفنا الألف واللام من الكلمة في هذه الحالة الاسم لابد أن ينون. فكلمة العلم إذا حذفنا منها الألف واللام ستكون علم، علم. أما أبنائي كلمة نور وضعنا عليها ضمتين أو تنوين بالضم لأن الكلمة لم تدخل عليها الكلمة لم تدخل عليها الألف واللام، وهذا طبعا مكرر أبنائي في جميع الخبر كلمات الخبر الموجودة في إيه؟ في الأمثلة التي أمامكم. وبكده أبنائي عرفتوا الفرق. العلم وضعنا عليها ضمة لأنها معرفة بالألف واللام ولا تقبل التنوين في آخرها. نور وضعنا عليها التنوين في آخرها لأنها اسم وعلمناه بعلامة التنوين لأنها لم تدخل عليها الألف واللام. وهكذا أبنائي الحلوين في جميع الأسماء. ننتقل أبنائي وبناتي إلى نشاط رقم 4 جيم، بيقول لي صل كل كلمة بما يناسبها ثم أعد كتابتها واضبط آخرها. هيا أبنائي وبناتي ثلاثة أشياء سنقوم بفعلها. أول شيء أبنائي كأننا هنكون جمل مفيدة. النيل، هيا أبنائي نختار كلمة مفيدة. النيل إيه؟ ذكي ولا شديدة ولا عذب؟ طبعا أبنائي النيل عذب. النيل إيه؟ سنقوم بتوصيل كلمة النيل بكلمة عذب. الرياح، ما لها الرياح أبنائي؟ ذكي ولا شديدة؟ الرياح شديدة. هذه أبنائي تاني حال. ثالث حاجة أبنائي العالم ذكي، هي الكلمة المتبقية أبنائي سنقوم بحلها. العالم ذكي. كده أبنائي قمنا بتكوين جمل مفيدة. هيا أبنائي هذه الجمل المفيدة التي قمنا بتكوينها سنقوم بكتابتها هنا مرة ثانية ولكن مع الضبط بالشكل، يعني ضبطها نحويا. النيل أبنائي مبتدأ، ماله أبنائي كما قلت لكم من قبل مبتدأ. المبتدأ أبنائي إذا كان اسمه في أول الجملة يعرب مبتدأ مرفوع وعلى رفعه الضمة. إذن أبنائي نكتب كلمة النيل عذب، بنكتبها النيل عليها ضمة وعذب عليها ضمتين، النيل عذب. كذلك أبنائي كلمة الرياح شديدة هتكتبها إيه؟ الرياح شديدة، الرياح شديدة. هكذا أبنائي يكون الضبط بالشكل. الجملة الأخيرة أبنائي العالم ذكي، ستكون العالم بوضع ضم على الميم وضمتين على الياء، العالم ذكي. إذن أبنائي أصبحت الجملة هنا كاملة. النيل عذب جملة مفيدة، الرياح شديدة، معذرة أبنائي سنكتب التاء المربوطة. هكذا أبنائي الحلوين، الرياح شديدة والعالم ذكي. لاحظوا أبنائي كلها جمل مفيدة ووضعنا الضمة على نهاية المبتدأ في النيل، الرياح، العالم، ذلك وضعنا الضمتين أبنائي وهو مرفوع بالضمة أيضا الخبر هنا على كلمة عذب وكلمة شديدة وكلمة ذكي. وبكده أبنائي أكون انتهيت من نشاط رقم 4. ننتقل بعد ذلك إلى نشاط رقم 4 دال.
هيا أبنائي وبناتي نقرأ نشاط رقم 4 دال. بيقول لي استخدم الجملة الإسمية في التعبير عن هذه الصور واضبط آخرها. واضبط آخرها يعني أبنائي هذه الصور سنقوم بوضعها في جمل على أساس إن نبدأ باسم. هيا أبنائي الحلوين، أول صورة عندي صورة عالم أبنائي، نقول مثلا العالم أحمر أو العالم مرتفع. العالم مرتفع. كذلك أبنائي هذا الطالب، نقول الطالب مجتهد. كذلك أبنائي هذه الفتاة، نقول الفتاة مهذبة. الفتاة مهذبة. إذن أبنائي وبناتي العالم، لاحظوا كلمة العالم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ومرتفع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والطالب مبتدأ مرفوع. ننتقل أبنائي وبناتي بعد ذلك إلى 5. شارك نشاط 5 ألف. إذا كان من حقك وضع قوانين جديدة لحقوق الطفل فاكتب قائمة بالقوانين التي سترغب في إضافتها. ممكن أبنائي نكتب توفير الملاعب والمنتزهات للأطفال، توفير حياة كريمة لكل الأطفال، يكون التعليم مجانيا لكل الأطفال، الاهتمام بذوي الإرادة كثيرا، وتوفير الوظائف لهم في المستقبل. كذلك أبنائي هنا نشاط رقم 5 ب بيقول لي بعد تعريفك بعض حقوقك بالنص فكر في واجباتك تجاه من حولك. من حولك؟ أنا طفل وعلي واجبات تجاه بيتي، أحافظ على نظافة بيتي دائما، تجاه بلدي أن أخدم بلدي عندما أكبر، تجاه مدرستي أن أحافظ على نظافة مدرستي دائما، أن أحافظ على نظافة مدرستي دائما، وأسقي الزرع فيها وأجعلها جميلة. ننتقل بعد ذلك أبنائي نشاط رقم 5 جيم. مثل حوارا مع زميلك وتحدث عن حقوق الطفل وواجباته المختلفة. هذا أبنائي مثلا نقول مثلا دار حوار بيني وبين صديقي وقال لي ما الفرق بين الحقوق والواجبات، فقلت له الحقوق أن يكون لي اسما جميلا ووالدان يربيان صغيرا وأسرة طيبة أعيش فيها وجنسية مثل أبي وأن أتعلم تعليما مجانيا وأن أجد وظيفة مرموقة طيبة عندما أكبر وأتخرج إن شاء الله وأن أجد بيتا أكون فيه أسرة. هذه أبنائي بعض الحقوق. أما بالنسبة لواجباتي فهي أن أطيع والدي ومعلمي ومعلماتي وأن أكون تلميذا متفوقا وصالحا في بلدي وأن أجتهد في دروسي حتى أتفوق وأن أحافظ على مدرستي وكتبي وأحترم معلمي ومعلماتي وأحترم زملائي. هذه أبنائي الواجبات التي يجب على كل تلميذ أن تتوفر فيه. ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى نشاط رقم 5 دال. أكتب ما يملأ عليك. الإملاء أبنائي التي وردت في كتاب دليل المعلم سأمليها عليكم إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى نشاط رقم 5 دال. أكتب ما يملأ عليك. الإملاء كما وردت أبنائي كما قلت لكم في دليل المعلم ستكون كالتالي: تعلم إسماعيل عن حقوق الطفل في المدرسة، ولدى عودته إلى المنزل حكى لأمه عن هذه الحقوق، ثم تحدثا معا عن واجبات.